أهلا بكم، معكم الدكتور تامر، والنهاردة هنحاول مع بعض نعرف إزاي نقرأ الأشعة العادية على الصدر أو الشيست إكس راي. في البداية هنتكلم عن شوية نقط. إن لما تشوف فيلم إكس راي بيكون الفيو اللي انت بتشوفه اسمه بوستيرو أنتيرور فيو، معناه إن العيان زي ما احنا شايفين بيحضن الفيلم والجهاز اللي بيرسل الإشعاع بيكون في ظهره، فده اسمه بوستيرو أنتيرور فيو، وده الأحسن والمشهور واللي الناس كلها بتعمله. لكن في بعض الأحوال زي مثلا عيان العناية المركزة ما نقدرش نعمل بوستيرو أنتيرور فيو زي ده، فبنخليه نايم زي ما هو ونعمل أنتيرو بوستيرور فيو، نحط الفيلم تحت العيان والجهاز يعمل الإشعاع من فوق ويرسم أنتيرو بوستيرور فيو. احيانا كمان احتاج حاجه اسمها لاترال فيو، زي ما احنا شايفين العيان بيبقى واقف بالجنب والاشعاع بيجي هنا كده فيطلع لنا لاترال فيو. لما نشوف اكس راي لازم نبقى عارفين ده بوستيرو انتيرور فيو ولا انتيرو بوستيرور فيو. زي ما احنا شايفين الفيلمين دول لنفس العيان، طبعا لو شفنا هنلاقي فيه اختلاف كبير، هنلاقي هنا حجم القلب كبير وهنا حجم القلب صغير مع انه هو نفس العيان، لكن ده بوستيرو انتيرور فيو، ده اللي احنا بنشتغل عليه وده الاصح، انما ده انترو بوستيرور فيو، عشان كده لازم نتاكد من النقطه دي. وطبعا ده برضو مثال ده بوستيرو انتيرور فيو وده لاترال فيو، احيانا احتاجه لو مثلا لقيت ليجن هنا، لقيت مشكله هنا وعايز اعرف امتدادها للداخل قد ايه، ممكن احتاج اعمل اللاترال فيو ده. لكن خلينا نعرف ونتكلم على البوستيرو انتيرور فيو اللي احنا بنشوفه كتير اللي هو بيبقى بالشكل ده. لما نشوف شيست اكس راي لازم نتاكد من شويه حاجات. اول حاجه، هل العيان سنترلايزد ولا لا، يعني واقف كويس وحاضن الفيلم كويس ولا لا. فبنعرفه سنترلايزد ولا لا ازاي؟ من البروسيس بتاع الفيرتبري اللي هي دي متعلمه دي، والميديال كلافيكل او الميديال اند بتاع الكلافيكل، العظمتين دول بنشوفهم على نفس المسافه من السباينس بروسيس بتاع الفيرتبري ولا لا. فلو كانوا على نفس المسافة فيبقى العيان سنترلايزد كويس وغالبا مفيش روتيشن، العيان مش لافف يمين ولا شمال، فدي أول حاجة نبص عليها عشان نعرف إن العيان متسنتر كويس. كمان لازم نعرف العيان ده راجل ولا ست، ميل ولا فيميل. طبعا الإكس راي اللي احنا شايفينها دي مثلا ميل، ده راجل. طيب الست بنلاقي فيها بريست شادو أو ظل الثدي، زي مثلا في الإكس راي دي لو بصينا هنا كده نلاقي الظل ده بتاع الثدي وقصاده الناحية التانية الظل برضو بتاع الثدي الآخر، فنعرف ميل ولا فيميل. وبرضو لما نشوف أمثلة بعد كده هنقول النقطة دي في الأمثلة. كمان نعرف اليمين والشمال فين. الشمال بيبقى القلب طبعا مايل أكتر ناحية الشمال، زي ما احنا شايفين معظم القلب لو قسمنا نصين كده هنلاقي القلب مايل ناحية الشمال، فيبقى ده الشمال بتاع العيان وده يمين العيان، فدي الرايت لانج الرئة اليمين، اما دي الليفت لانج او الرئه الشمال. كمان لما العيان بيجي يعمل الاشعه دي لازم يكون واخد نفس عميق جود انسبيريشن، لان زي ما احنا شايفين الفرق بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، لو شفنا هنلاقي دي اشعه محترمه نقدر نحكم عليها ونقول اللي فيها ايه، لكن شوف الاكسبيريشن طبعا بيغير الدنيا خالص، فلازم العيان ياخد نفس كويس في خلال تصوير الاشعه. وبنعرف ازاي ان العيان خد نفس كويس ولا لا؟ لو لقينا 9 بوستيرو الريبس ظاهرين، الريبس اللي قدامنا اللي هي واضحه دي البوستيرو الريبس مش الانتيرو، دي اللي ورا مش اللي قدام. فلو عدينا 9 مثلا، ادي 1 الاولاني خالص، ده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وكمان على العاشر موجود تحت اهو، يبقى كده العيان واخد جود انسبيريشن او واخد نفس كويس. او لو عديت اللي قدام يقول لك لو شفت 7 يبقى واخد نفس كويس. الريبس اللي هي قدام دي اللي هي اللي مايله دي كده، دي انتيرو الريبس، ادي 1 2 3 4 5 6 7 وادي 8 كمان وادي 9 كمان لو عايز، فالعيان ده واخد نفس كويس. ده برضو مثال اهو بيقول ان ده ميل، ده راجل، طبعا مفيش بريست شادو مفيش ظل للثدي، لكن هنا زي ما احنا شايفين ده ظل الثدي في الناحية الشمال وده ظل الثدي في الناحية اليمين، فدي ست وده راجل. كمان لازم نعرف جرعة الأشعة كويسة ولا لا، يعني في أندر بنتريشن ولا أوفر بنتريشن ولا ويل بنتريشن.
الطبيعي ان الاقي زي ما احنا شايفين هنا كده، ده الحجاب الحاجز من الناحية الشمال الليفت دايفرام، لازم اقدر افرقه ويبقى واضح بينه وبين القلب زي ما احنا شايفين، يكون واصل لحد تقريبا السباين اللي في النص. لكن هنا لو جينا نبص نلاقي ان جه لحد هنا ووقف، انا مش شايف الباقي هنا لان في اندر بنتريشن، جرعة الاشعة مش مظبوطة، فلازم اتأكد كمان ان الفيلم مظبوط. كمان لازم اعرف ان انا لما ببص على اكس راي الالوان اللي بتظهر دي بتظهر على حسب امتصاص كل عضو في جسمنا للاشعة. الاشعة بتتوجه على الجسم وكل عضو بيمتص بكمية غير العضو التاني، فبيظهر لنا الابيض فلويد والابيض التاني ده عظام، الاسود بيبقى اير او هواء. لو العيان مثلا لابس حاجة فيها معدن هتظهر ابيض ناصع، لو العيان مثلا في جيبه جنيه او بالع جنيه هنلاقيه ابيض جامد بشكل كبير زي ما هنشوف بعد كده. فنعرف ان الالوان دي بتتغير تبعا لتغير الانسجة، زي ما قلنا ابيض عظام وابيض فلويد، اسود بيبقى هواء. كمان في حاجة حابب اقولها، ان لو العيان انت شفت ليجن هنا، لو شفت مثلا مشكلة في هذه المنطقة، المشكلة دي ممكن تكون في السكن، ممكن تكون في الجلد، تخيل مش في الرئة، ممكن تكون في البلورا الغشاء اللي حوالين الرئة، ممكن تكون في الرئة، ممكن تكون بره العيان خالص زي ما احنا قلنا حاجة في جيب العيان مثلا، او زراير القميص اللي هو لابسه او سلسلة او غيره. فلازم يبقى فيه شوية تخيل، نعرف ان الاشعة دي 2D، مش هتحدد لنا هي دي ايه بالظبط، لكن طبعا بالتخيل وبالممارسة نعرف الليجن ده فين بالظبط. كمان احنا لما بنشوف الاكس راي ونلاقي فيها ليجن، مثلا لقينا ليجن هنا مثلا، مش بنقول ان العيان مثلا عنده لانج كانسر، او مثلا نقول ان العيان ده عنده ابسز، لا، ده احنا بنقول ان في اوباسيتي بالشكل الفلاني، بنوصف بس، نقول اوباسيتي بالشكل الفلاني، البوردر بتاعها كذا مثلا، فيها فلويد، فيها كذا، فيها كذا، وبعدين في الاخر نقول موست لايكلي كذا، لان الاكس راي مش بتشخص، ده يا مدوب بتوصف بس الليجن، وغالبا بحتاج اعمل سي تي واعمل فحوصات تانية، او اسحب عينة او اعمل فحوصات تانية. لما نبص على فيلم بقى اكس راي وعرفنا انه كويس والعيان سنترلايزد وواخد نفس كويس وعرفنا ميل ولا في ميل، بنبص بعد كده اول حاجة على البونز زي ما احنا شايفين، دي هنا كده الكلافيكل والناحية التانية طبعا، دي السباينال بروسيس او الفيرتبري بقى كلها هنا كده نازلة، دي طبعا الريبس، وقلنا اللي انت بتشوفه قدامك في الاول ده دي البوستيرو الريبس، الزهرة دي بوستيرو الريبس، واللي الناحية التانية اللي نازلة معاكس ليها دي انتيرو الريبس زي ما احنا شايفين كده. طبعا دي الهيومرس بتاعت الذراع بقى، واللي ورا دي السكابولا. فاول حاجة بنبص عليها في الفم العظام ونشوف هل في فراكشر ظاهر ولا لا، زي ما هنشوف بعد كده، هل في مشكلة اوستيوبروسيس مثلا، الدنسيتي بتاعت العظام دي قليلة جدا ولا لا، وهكذا زي ما هنشوف بعد كده. بعد كده بنبص على الديافرام او الحجاب الحاجز زي ما احنا شايفين، ده الليفت ديافرام وده الرايت ديافرام، وغالبا الرايت بيبقى اعلى شوية من الليفت لان فيه هنا الليفر وهو بيرفعه شوية لفوق. تحت الديافرام بيبقى فيه الحتة السودة دي اير بابل بتاع المعدة، وطبعا الديافرام بيبقى فيه انجلز، في زوايا، في حاجه اسمها كوستوفرينيك انجل، الزاويه اللي هي هنا دي، وفي كمان الزاويه دي، ودي مهمه جدا عشان البلورال افيوجن، الزاويه دي اسمها كوستوفرينيك انجل، الزاويه دي كوستوفرينيك انجل، لكن الزاويه اللي مع القلب اسمها كارديوفرينيك انجل، الزاويه اللي هنا دي والزاويه الثانيه كارديوفرينيك انجل، وطبعا هنقول كل واحده مهمه في ايه بعد كده. الميدياستاينم ده تعبير بنقصد بيه اي حاجة بين التو لانجز، اللانج الشمال واللانج اليمين، اي حاجة بينهم بنسميها ميدياستاينم بما فيهم القلب طبعا. لما بنبص على القلب زي ما احنا شايفين كده، بيبقى دي اول حاجة دي الاورطة او الاورتيك نوب، بعد كده هنا البالمونري، الحتة اللي هنا دي فيها البالمونري ارتري، وفي بينهم ويندو اسمها بالمونري او اورتو بالمونري ويندو، الحته دي شباك، الحته اللي ما فيهاش قلب، القلب طالع كده وبعدين داخل كده وخارج تاني كده، الحته دي اسمها ويندو، اورتو بالمونري ويندو. ده زي ما احنا قلنا الجزء اللي هنا ده بيبقى البالمونري ارتري، الكبير ده بيبقى الليفت فينتريكل، وفوقه الليفت اتريوم في المنطقه دي كده.
الرايت فينتريكل بيبقى متداري ورا القلب كده مش بشوفه، وبيبقى فيه هنا الرايت اتريوم زي ما احنا شايفين. بعد كده بيبقى الاسندنج اورطة، الاورطة بيبقى طالع هنا كده وبعدين يلف بقى طبعا وينزل تاني. وبعد كده في سوبيرور فينا كيفا اللي بيبقى جاي من فوق. فهو دي مكونات القلب اللي بتظهر معانا في الشيست اكس راي. في حاجة اسمها سيلويت ساين، والسيلويت ساين دي معناها ان كل نسيج زي ما احنا قلنا بيمتص الاشعة بقدر معين بخلاف النسيج التاني، عشان كده يظهر حد فاصل مثلا بين القلب اهو وبين الرئة. فدي بنسميها السيلويت او الكاردياك سيلويت، سواء من الناحية دي او الناحية دي. فلو في مشكلة مثلا في الرئة وزادت الكثافة هنا بتاعت الانسجة، فتلاقي لونها بقى ابيض، فتلاقي السيلويت ساين دي اختفت. القلب والرئة بقوا شبه بعض، فبقوا داخلين على بعض، فمش قادر احدد القلب من الرئة، فكده يبقى اسمها لوست سيلويت ساين. فنعرف ان السيلويت ساين هو الفرق بين نسيجين بالشيست اكس راي نتيجة ان في نسيج فيهم زادت كثافته مثلا، او زادت التكوين بتاعه، بقى فيه مثلا اديما، بقى فيه كونسوليديشن، فبقى فاتح بشكل كبير، بقى لونه ابيض، فدخل فشكله بقى شكل القلب، فما بقتش قادر افرق بينهم. طبعا دي التراكية اللي هي السودة دي، تحس ان في هواء اسود داخل كده نازل اهو، الاسود اللي نازل ده تحت التراكية، ودي برونكس اهي، ودي برونكس، دي طبعا الليفت برونكس ودي الرايت برونكس. لو انت واخد بالك منها هتلاقي فيه زي انبوبه سودة كده ماشيه اهي، وانبوبه تانية كده. لما بنبص بقى على اللانجز، على الرئتين، بنقسمهم كده، يعني نقول ان في مشكله في الابر زون، يعني التلت اللي فوق ده كله بنسميه ابر زون، التلت الاوسط بنسميه ميدل زون، بعد كده اللي تحت بنسميه لور زون. وطبعا بالمناسبه دي شكلها في ميل اهي، عشان ده البريست شادو، وطبعا الناحيه التانيه مش واضح للنهايه، لكنه دي في ميل. الليفت لانج او الرئة الشمال بتنقسم الى upper loop و lower loop عن طريق major fissure. في حاجة كده فيشر بيقسمهم اسمه major fissure، هو المفروض بيتشاف في المنطقة دي، لكن هو بيبقى صعب شوية. المهم ان هي بتتقسم لاتنين، upper و lower loop. اما الرايت لانج بتنقسم لتلاتة loops، upper و middle و lower، عن طريق minor fissure، ده بيقسم الابر من الميدل، وأوبليك فيشر أو أوبليك ميجر فيشر ده اللي بيقسم الميدل من اللور لوب. نعرف إن الرايت لانج 3 لوبز، أما الليفت لانج 2 لوبز. دي صورة برضو بتبين نفس الكلام، زي ما احنا قلنا اللانج الشمال مقسومة 2 اهو عن طريق الأوبليك فيشر ده، اللانج اليمين مقسومة 3 زي ما احنا قلنا برضو، وده القلب زي ما قلنا. ليفت فينتريكل ده الاورتيك ارش او الاورتيك نوب، ده البالمونري ترانك، ودي الويندو اللي احنا بنقول عليها الحته اللي بينهم دي بنسميها الويندو، اورتو بالمونري ويندو. في حاجه اسمها الهايلم، الهايلم اللي هي الحته الكثافه اللي هنا دي، اللي هي منطقه دخول الفيسلز الاورده والشرايين الى اللنج، بتبقى حته بيضه اكتر شويه في الناحيه اليمين وفي الناحيه الشمال. نجيب صوره اوضح ليها شويه. زي ما احنا شايفين المنطقة الكثافة الابيض ده، ده الهايلم، ده الليفت هايلم، وده الرايت هايلم، وبيبقى الليفت اعلى شوية في المستوى من الرايت، زي ما احنا شايفين الرايت ناحية تحت شوية لكن الليفت اعلى. لما بنبص على اللانج فيلز، لما بنبص على الرئتين، بنشوف هل في كونسوليديشن ولا لا، انفلتريتس ولا لا. انفلتريتس دي يعني حاجات بيضة كده لكنها شبه العشب شوية، زي اللي بيسموها جراوند جراس ابيرنس، لكن لو زادت والموضوع بقى كبير قوي بنسميها كونسوليديشن، زي ما هنشوف بعد كده في الصور. يعني هل في ماس كتل ولا لا، هل في الانجلز بتاع الدايفرام اللي احنا قلنا عليها الكوستوفرينيك انجل، هل هي اوبليتريتد مقفوله ولا كويسه حاده واضحه وجميله كده زي ما احنا شايفين، هل برضو الكوستوفرينيك انجل فيها مشكله ولا لا، الاير برونكوجرام اخباره ايه، زي ما هنشوف بعد كده بالظبط في التمارين اللي هنشوفها. طبعا العيال لو مركب قسطره مثلا في القلب، او مركب شيست تيوب، او مركب حاجه، بنلاقي خراطيم كده واسلاك ومش عارف ايه، غالبا نعرف ان ده بيبقى عيان عنايه مركزه. طبعا لو برضو العيان مركب بيس ميكر هيبان، هنلاقيه طالع في الاكس راي والاسلاك بتاعته، وزي ما هنشوف بالظبط في الصور بعد كده. طبعا لما نبص هنا على العيان ده، العيان ده نوت سنترلايزد. لو جينا نبص هنا على الكلافيكل اند، ادي الكلافيكل هنا والكلافيكل هنا، المسافه دي كبيره، فالعيان ده مش سنترلايزد، فما اقدرش احكم كويس على الاكس راي الا لو كان العيان سنترلايزد.
لو جينا نبص هنا بقى كمثال على الاكس راي دي، هنلاقي معظمها يعني الى حد ما طبيعي، لكن هنركز على نقط معينة. هنا اللي هنركز عليه ان دي الترقية السوداء، دي الترقية، وطبعا العيان سنترلايزد. احنا مش بنحكم على السنترلايزيشن بالترقية، بنحكم عليها بالبون بالفرتبري. فالعيان سنترلايزد لكن الترقية جاية الناحية دي. ده ليه بقى؟ عملوا سي تي فلقوا ان الثيرويد الغدة الدرقية متضخمة، وهي اللي ضغطة على الترقية وعامله لها ديفييشن ناحية الرايت. فدي حالة تراكيال ديفييشن ديو تو ثيرويد انلارجمنت. لو جينا مثلا نبص على الاكس راي دي، هنلاقي الحاجة الغريبة اللي ملاحظينها ان ده الرايت دايفرام، الحجاب الحاجز من الناحية اليمين، في تحته اسود. المفروض الليفر بيبقى لازق فيه على طول فما بيبانش حاجه سودة، لا، في هنا اير اندر دايفرام في الناحيه اليمين. لو جينا نبص على الاكس راي دي، هنلاقي ان في حاجه كده زي ما تكون داخله جوه القلب، يعني دي كده زي ما تكون ماس، لكن لو دققنا فيها قوي وبصينا هنا هنلاقي فيها اير، في منطقه كده فيها اير، ودي طبعا حاله هياتس هيرنيا، جزء من الامعاء طلع من الحجاب الحاجز فظهر في الشيست او الصدر، فدي هياتس هيرنيا. لو جينا نبص على الاكس راي دي بقى، هنلاقي لو فاكرين قلنا في ويندو المفروض بين الاورطه وبين البلمونري ترانك، الحته دي المفروض تكون سودا يكون فيها لانج تيشو، لا، لو بصينا نلاقي فيها اوباسيتي اهي، بقت بيضه نتيجه ان دي ليمف نود متضخمه، فدي ميديا ستاينال ليمف نود في حاله ليمفوما، لكن من الواضح ان هي في ميل. وده طبعا الليفت دايفرام، دي اير اندر ذا فريم، دي بتاعت الاستومك. لو جينا نبص هنا ممكن نقول ان الشيست اكس راي دي نورمال، لكن لو دققنا كويس هنلاقي ان في هنا كده حاجه مدوره كده، دي ماس، لو لازم ندقق كويس. فهو هنا لما كبرها ظاهره، بس طبعا هو مش قوي، لكن هي دي ماس 2 سنتي، ودي في الاخر طلعت كارسينوما، لانج كارسينوما. والفكره بقى من الاكس راي ان احنا ندقق كويس في كل جزء من اجزاء الاكس راي. مثلا الاكس راي دي لو بصينا نلاقي فيه هنا اوباسيتيز، اتنين اوباسيتيز هم، لكن لو عرفنا وخدنا هيستوري وشفنا العيان وبتاع هنعرف ان ده اي سي جي تابس، اللزقه بتاعه رسم القلب او بتاعه المونيتور. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنلاقي ان في اوباسيتي في المنطقه اللي احنا شايفينها دي، دي تقريبا الابر زون، وده تقريبا الابر لوب بتاع الرايت لانج، ده الفص العلوي، في كولابس. ليه بقى؟ لان لو بصينا للترقيه هنلاقيها ديفييتد ناحيته، لو كان افيوجن او كونسوليديشن او حاجه بتزق كان هيضغط ويخلي الترقيه دي تروح ناحيه الليفت او ناحيه الشمال، لكن هو لا، ده ساحب الترقيه ناحيته، معنى كده ان في كولابس، وده الماينور فيشر اللي بيفصل بين الابر والميدل لوب. ايه سبب الكولابس؟ دي ماس، المفروض المنطقه اللي هنا دي ماس وهي كانسر، وهي دي السبب في الكولابس بتاع الرايت ابر لوب. لو بصينا هنا بقى هنلاقي المشكله في الناحيه الشمال، وهنلاقي ان في اوباسيتي جنب القلب زي ما احنا شايفين. الاوباسيتي دي عباره عن ليفت ابر لوب كولابس، الفص العلوي من الناحيه الشمال حصل له كولابس، وبياخد مكانه على طول كحاجه كده كومبنسيشن، الفص اللي هو تحت اللور لوب بيحصل له اكسبانشن ويمتد عشان ياخد المساحة اللي فاضلة عشان يقوم هو بعملية الجاز اكستشينج. وطبعا دي ما بانتش كده من الاكس راي، هما بس لما لقوا الشادو ده ولقوا المشكلة دي عملوا سي تي، وهو ده اللي بين اللانج كولابس من الناحية الشمال الابر لوب. هنا دي اكس راي، انت ممكن للوهلة الاولى برضو تقول ده شوية كونسوليديشن بسيط او شوية انفلتريتس نتيجة نومونيا، لكن اللي عملها شك فيها شايف ان الموضوع ده في الميدل لوب وشك شوية، فعمل لاترال فيو. وهنا بقى كانت فايدة اللاترال فيو ان هي بينت ان الميدل لوب فيه كولابس من الناحية اليمين، طبعا زي ما احنا شايفين دي الناحية اليمين، وطبعا ده البريست شادو فدي في ميل. هنا برضو لو جينا نبص جنب القلب هنلاقي فيه شادو، فبرضو الشادو ده رايت لانج كولابس، بس انه لوب بقى ده اللور لوب، لان هو لما بيحصل له كولابس بيتشد الورا والجوه، فيبان ان في اوباسيتي جنب القلب بالشكل ده. نفس الكلام هنا الناحية الشمال، لو بصينا نلاقي ان ده البوردر بتاع القلب اصلا، ده البوردر بتاع القلب، ولو جينا نلاقي الديافرام هنا نلاقيه مش موجود، مش قادر احدد الديافرام هنا فين. ليه بقى؟ اللور لوب حصل فيه كولابس
فعمل زي شادو برضو ودار الديافرام ما بقتش قادر اشوفه، وبيحصل اوفر اكسبانشن للابر لوب ياخد المساحة كلها، فتلاقي ان الناحية دي بيضة شوية لكن الناحية دي فيها سواد اكتر، لان ده اوفر اكسبانشن، هو ممتد زيادة عن اللازم عشان يعوض الكولابس بتاع اللور لوب. طبعا كل الحاجات دي صعبة شوية لكن هي بتبان اكتر بالسي تي. مطلوب منك انك تلقط بس ان في حاجة غلط حتى بس في الاكس راي، ان الكاردياك شادو في الحتة دي وفي شادو تاني انا مش عارف هو ايه. كمان لو لاحظنا حاجة نلاقي ان القلب تقريبا كله محذوف ناحية الشمال، يعني بص هو حاطط السهم هنا ان السباين تقريبا كله باين، القلب ليه اتشد الناحية دي؟ لان الكولابس بيشد ناحيته، الكولابس بيشد اي حاجة جنبه ناحيته، عشان كده القلب تقريبا كله راح ناحية الشمال، وده يؤكد ان ده كولابس في اللور لوب من الناحية الشمال. لو جينا بقى نبص على الاكس راي دي هنلاقي ان الرايت لانج كلها ابيض، نقول يا نهار ابيض، طب هل ده كولابس؟ يعني اللنج كلها حصل لها كولابس انكمشت، ولا ده افيوجن اللنج معبيه ميه؟ لا ده كولابس. ليه بقى؟ لان التراكيه زي ما احنا شايفين اهي مشدوده ناحيته، فيبقى ده كولابس. لو كان افيوجن كان غالبا هيزق التراكيه الناحيه الثانيه، فالتراكيه اللي هي الاسود ده بيقول ان الناحيه دي فيها لنج كولابس، كومبليت لنج كولابس. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنلاقي ان ده عيان فيه شويه انفلتريتس، اهي دي بقى اللي انا بقول لك عليها انفلتريتس، فدي طبعا كانت حاله نمونيا وبعد ما خد العلاج اصبح بالشكل ده، الانفلتريتس خفت كتير، فدي حاله نمونيا. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنبص عليها كده طبعا، غير ان الانجل هنا مش باينه وتبص على الحاجات اللي هو عايز يعلق عليها، لكن في هنا شادو، في هنا حاجه زي ماس تقول ان في شادو او ماس with ill-defined border، الحدود بتاعتها مش قادر احددها كويس لكنها موجودة، ودي في الاخر طلعت ادينوكارسينوما، اهي طبعا بالشكل الكبير اهي طلعت برايمري ادينوكارسينوما في اللنج. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنلاقي برضو ان في هنا شادو، لكن الشادو ده تقريبا في البريفري رايح ناحية كده الايه الشيست وول في الطرف كده، ده ليه علاقة غالبا بالبلورا الغشاء اللي هو حوالين اللنج، وفعلا دي طلعت حالة ميزوثيليوما زي ما احنا شايفين في الصورة المكبرة دي، البوردر بتاعه واضح جدا، عشان كده بقولك ان لو في ليجن في البلورا ممكن يبان في نفس المنطقة، ما نعرفش نقول هو من اللنج ولا من البلورا ولا لا، لكن اتصاله بالشيست وول زي ما احنا شايفين بيقول اكتر انه بلورا، فدي حالة ميزوثيليوما. نفس الكلام انا لو شفت الاكس راي دي هقول ان ده شادو موجود في اللنج، لكن هو الحقيقه اتضح انه موجود في البلورا، والسي تي هو اللي وضح الكلام ده زي ما احنا شايفين المنطقه دي في البلورا، وهي دي حاله امبييما انفكشن في البلورا، لكن انت صعب تفرقه، لكن كويس انك تلقطه وتقول نعمل سي تي. هنا في الاكس راي دي لما نشوفها نلاقي ان في ماس في الناحيه اليمين في الميديا ستاينم، الميديا ستاينم وسع، احنا قلنا الميديا ستاينم كل ما هو بين الرئتين، فهنا وسع نتيجة ماس ويل ديفايند بوردر، الحد بتاعها واضح جدا اهو، فدي حالة ليمفوما ودي اللارج ليمف نودز. وهنا يظهر السيلويت ساين اللي احنا قلناها ان المفروض يبقى في حد فاصل بين القلب وبين اللي حواليه، هنا السيلويت ساين اختفت لان الليمف نودز كبرت فبدات تمتص الاشعه، فبدا لونها يبقى ابيض، فما بقتش قادر افرقها بينها وبين القلب، فهنا كمان لوس اوف سيلويت ساين في الناحيه اليمين. طبعا ده السي تي اللي مبين الليمفوما او الليمف نود الكبيره دي. هنا لما نبص على الاكس راي دي لو بصينا هنا نلاقي ان دي ماس مدوره زي ما احنا شايفين كده الماس دي، والناحيه الثانيه في هنا ماس برضو، ودي ميتاستاسيس من كولوريكتال كانسر، أورام ثانوية من الكولوريكتال كانسر. لما نيجي نبص على الاكس راي دي نلاقي مالتيبل نوديولز بأحجام مختلفة وأشكال مختلفة، ودي طبعا سكندري ميتاستاسيس، يعني دي أورام ثانوية نتيجة ورم برايمري اللي هو سيمينوما، لكن اللي هنا دي سكندريز أو ميتاستاسيس. هنا في الاكس راي دي لو بصينا نلاقي في هنا خطوط بالعرض كده زي ما احنا شايفين هنا في الصورة المكبرة باينة شوية، ادي خط، في خط هنا كمان اهو، في كمان خط، دي اسمها كيرلي لاينز. كمان الناحية اليمين في رايت بلورال افيوجن، الانجل بتاعت الكوستوفرينيك انجل دي
مقفولة، المفروض تبقى هي كده الديافرام ماشي كده والانجل سودا، لا فيها حاجات بيضة اهي، فده بلورال افيوجن في الرايت سايد. وكمان في رايت لور لوب كولابس، زي ما احنا قلنا الشادو ده نتيجة ان اللور لوب حصل له كولابس من الناحية اليمين. طبعا احنا بنوصف ومش بنقول تشخيص، لكن اللي تسبب الحاجات دي كلها كان تيومر او ورم سرطاني. لما نيجي نبص على الصورة دي نلاقي ان في ليجن في الحتة دي، وهو زي الكافيتي ليه سيك وول وجواه حاجة زي الاير، فاحنا بنوصف الليجن وبنقول بقى في الحالة دي موستلي سكويموس سيل كارسينوما، لكن طبعا ما بنحكمش عليه 100% بالاكس راي. لو جينا نبص هنا على الاكس راي دي هنلاقي ان في هنا برضو اوباسيتي اهي، في شادو عامل زي ماس اهو، لكن جواه حاجة اسمها فلويد اير ليفل، زي ما احنا شايفين دي الصورة المكبرة بتاعتها، يعني الحتة دي كده فيها فلويد والفوق ده اير وبينهم ليفل، فده اسمه فلويد اير ليفل. ممكن يحصل ده زي حالات الابسز، لكن في الحالة دي حاجة اسمها كافيتاري نومونيا، بعد ما خد العلاج الموضوع اتحسن كتير زي ما احنا شايفين وما بقاش ظاهر بالشكل اللي فوق ده. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنلاقي ان في هنا حاجة زي ماس اهي زي ما احنا شايفين، ولو لاحظنا كمان نلاقي ان الكلافيكل فيها فراكشر او فيها اوستيوليتيك ليجن، زي ما تكون مكسورة او مش كاملة في الحتة دي، فده ميتاستاسيس حصل للكلافيكل نتيجة الادينوكارسينوما اللي موجودة هنا. لو جينا نبص هنا نلاقي ان ده عيان عنده مالتيبل مايلوما، لو بصينا على الكلافيكل هنا هنلاقي فيها فراكشر مكسورة اهي، وفي ليتك ليجنز في الريبس، الريبس كلها متاكلة اصلا نتيجة ان دي مالتيبل مايلوما. في حاجة هنا مهمة جدا انك لازم تاخد هيستوري كويس من العيان، لان انت لو شفت الاكس راي دي هتقول ان طبعا الجنب ده اسود والجنب ده ابيض، هل في مشكلة هنا؟ هل في مثلا لوب حصل له كولابس فاللوب التاني فيه اوفر اكسبانشن فظهر اسود، ولا هنا اللي فيه انفلتريتس زيادة؟ الحقيقة ان العيانة دي عاملة ماستكتومي او شايلة البريست من الناحية الشمال، وعشان كده مفيش كثافة كتير في التيشوز فطالع اللانج فيلد اسود، فلازم الهيستوري كويس. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنلاقي السهم اللي عليه ده فيه هنا كده حاجة زي ماس، برضو صعب ان احنا نشوفها لكن دي ليمف نود، لكن نقدر نشوف البلورال افيوجن ان الكوستو فرينك انجلز مقفولة، المفروض تبقى نازلة كده لتحت اسود لكن مقفولة لان في بلورال افيوجن وفي ليمف نود. طبعا هنا بايلاترال بلورال افيوجن وفي هنا ليمف نودز، فدي حالة ليمفوما. لما نيجي نبص على الاكس راي دي هنا فنلاقي ان هو مركز لك على ليمف نودز في الاكزيلا، فدي بايلاترال اكزيلاري ليمفادينوباثي، يعني حاجة برا الشست خالص. لو جينا نبص على الاكس راي دي طبعا دي في ميل البريست شادو اهو، الهارت تقريبا كويس، الكلافيكل معقولة، العيان سنترالايزد واخد نفس كويس، زي ما احنا قلنا دي الناحية الشمال دي الناحية اليمين. لو دققنا بقى نلاقي ان في السواد المنطقة السوداء بتاعت التراكية تحس ان هي جاية ناحية اليمين بس، اهي الناحية دي مفيش اسود، فده تراكيال ديفيشن، انما الابيض اللي هي الفرتبري موجودة عادي في مكانها، لكن السواد اللي هو التراكية جاي ناحية اليمين فده تراكيال ديفيشن، ده برضو عشان ثيرويد اللارجمنت الغدة الدرقية. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنلاقي ان دي حالة كارديوميجالي، المفروض ان انا بقيس المسافة بين ابعد نقطتين في القلب بس بشكل عمودي زي ما احنا شايفين، المفروض المسافة دي تكون تقريبا ما تزيدش عن نص المسافة بتاعت الشيست كله، فهنا دي كارديوميجالي. طبعا زي ما احنا شايفين الكارديوميجالي ده عيان عنده سيكل سيل ديزيز. المشكله الحاجات التانية انا مش بعلق عليها لان هي مش واضحه قوي، الاند بالت والحاجات التانية دي فمش هنقولها. الصوره دي احنا شفناها قبل كده زي ما احنا قلنا ان في هنا ماس اهي ال ديفايند ماس وطلعت ادينوكارسينوما. الصوره دي لو شفتها لاول مره هتقول ان ده افيوجن، ان ده بلورال افيوجن في الناحيه الشمال، وليك حق، لكن هو لما دققوا فيها قوي لقوا ان الريبس فيها ايروجنز او متاكله، وكمان طلع ناحيه بره، يعني الليجن ده طالع كمان من الشيست وول
لان دي حاله برايمري سكويموس سيل كارسينوما. نفس الكلام هنا بالظبط، لو شفت الاكس راي دي هتقول ان في كونسوليديشن او اوباسيتي في الرايت ابر لوب وخلاص، لكن هما برضو لما دققوا فيها لقوا ان الريبس نفسها فيها ليتيك ليجنز وفيها اوستيوبينيا، وده دليل على المالجننت مانر بتاع الاوباسيتي دي، ودي في الاخر طلعت برضو ادينو كارسينوما. فانت مجرد ما هتشوف الشيست اكس راي وتلاقي فيها مشكله بالشكل ده هتبعته يعمل سي تي، وهتبعته يعمل انفستيجيشنز اخرى هتبين لك السبب. في الحاله دي لو جينا نبص على الاكس راي هنلاقي ان الويندو اللي كانت هنا برضو اختفت. احنا قلنا ان في بيبقى ويندو بين الاورتيك ارش وبين البالمونري ترانك، المفروض في حته داخله كده سودا، لا دي مختفيه. ليه؟ لان في ليمف نودز كبيره، وبرضو دي كمان ليمف نود كبيره، ودي كمان هايلر ليمفادينوباثي. فكل ده اللارجت ليمف نودز، لان دي حاله برونكوجينيك كارسينوما هي اللي عامله الانلارجد ليمف نودز دي. لو جينا نبص على الاكس راي دي بالهيستوري برضو هنلاقي ان الست دي شايله البريست الشمال، وطبعا الفيلد هنا بيبقى لونه اسود اكتر من الناحيه اليمين، لان مفيش سوفت تيشو على الشيست وول، عشان كده بيبقى اسود اكتر. لكن معاها بلورال افيوجن زي ما احنا شايفين، المفروض الانجل هنا تبقى زي هنا كده زي دي كده، لكن مفيش لان في بلورال افيوجن. في كمان ماس في الشيست وول هنا اللي هي الساركوما، ولو دققنا كويس زي ما هو مطلع كده اهي المنطقه دي كده، لو دققنا عليها هنلاقي ان في اروجن في الريبس، لان دي برضو مالجنانت ماس. لو جينا نبص هنا على الاكس راي دي هنلاقي ان الكاردياك بوردر او السيلوت ساين واضح هنا، لكن في اوباسيتي جنبه، شايفين الاوباسيتي دي او الماس دي، فدي برضو احنا بنقول ماس. لقوا فيها شوية كالسيفيكيشن، حاجات بيضة بشكل اكبر شوية، لو دققنا كده نلاقي فيه نقط بيضة، فدي كالسيفيكيشن ودي حالة هامرتوما. طبعا الاكس راي دي شفناها قبل كده وقلنا ان دي مالتيبل نيديولز بمالتيبل سايزز واشكال مختلفه ودنسيتي مختلفه، فدي سكندريس او ميتاستاسيس جوه اللنج. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنا هنلاقي ان الناحيه الشمال دي فيها هنا شادو او ماس، فده اصلا ابر لوب كولابس. ونبص على التراكيه نلاقيها اهو السواد اللي هنا ده، ما نكبر الصوره شويه اهو، لو بصينا هنا نلاقي ان التراكيه ديفييتد رايحه ناحيه الشمال، فده برضو بيقول ان كولابس. احنا قلنا الكولابس بيشد الحاجه اللي جنبه ناحيته، ولو بصينا للجزء اللي تحت نلاقيه اسود بشكل اكتر، لان ده فيه اوفر اكسبانشن، اللور لوب بيتسع اكتر من اللازم، فبيبقى لونه اسود، بيبقى فيه اير بشكل اكتر. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنا هنلاقي برضو ان فيه ماس او شادو بالشكل ده كده، نقول عليها ماس كافيتري، شكل الكافيتي كده، ودي برضو سكويموس سيل كارسينوما بشخص مدخن زي ما احنا شايفين. اللاترال فيو برضو بيساعدنا شوية في المنطقة دي. لو جيت تبص على الاكس راي دي من اول مرة هتشوف طبعا الماس دي، وتقول ماس، ونقول ان هي ويل ديفايند بوردر، قادر اشوف الحدود بتاعتها كويس، وغالبا دي ادينو كارسينوما. لكن لو بصيت بقى هنا تلاقي ان في برضو ماس كمان اهي، عشان كده لازم تبص كويس على كل الفيلد بتاع الاكس راي. فدي تو ماسز، الاولانية دي ادينو كارسينوما، واللي فوق دي لقوها ان هي سكويموس سيل كارسينوما. برضو نفس الموضوع، بنلاقي فيه شادو حاجة كده زي الماس، وهنا برضو حاجة زي ماس، وهنا كمان بنلاقي كذا ماس في كذا منطقة بكذا شكل كده، وكذا شادو زي ما احنا شايفين، فدي الفلور سيل كارسينوما. لو جينا هنا بقى نبص على الاكس راي دي هنلاقي ان في الليجن هنا في البريفري برضو، غالبا من شكله كده في البلورة زي ما احنا قلنا، فده برضو بلورال ميتاستاسيز. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنا هنلاقي ان في كونسوليديشن. كونسوليديشن معناها ان السبيسز بقى فيها فلويد فبتظهر بالشكل الابيض ده، ففي كونسوليديشن في الناحية اليمين والناحية الشمال برضو، ممكن تشك ان هي تي بي او نمونيا. اللي يفرق هي حالة العيان بشكل اكبر، لو كان تي بي العيان ده هيبقى حالته سيئة جدا، لكن هنا الهيستوري بيقول ان العيان بقى كويس بعد المضادات الحيوية، وان التاريخ جديد، وان دي نمونيا. هنا في الاكس راي دي لو بصينا عليها هنلاقي ان في هنا ليجن في الابر لوب، واي حاجة في الابر لوب انت بتشك في التي بي،
وفعلا دي حالة تي بي، دي طبعا الصورة المكبرة بتاعتها. بعد ما خد العلاج الموضوع خف شوية، لكن طبعا سايب شوية فايبروسيس، فدي حالة تي بي. الاكس راي اللي احنا شايفينها دي حالة نمونيا، لكنها محددة اكتر في الرايت ابر لوب، في الانتيرور سيجمنت من الرايت ابر لوب، دي النمونيا زي ما احنا شايفين كونسوليديشن في المنطقة دي. دي برضو نفس الحالة اللي هي الكافيتري نمونيا، زي ما احنا شايفين حاجة شبه الماس شوية او شبه الكافيتي، فيها فلويد اير ليفل. بعد ما خد العلاج الموضوع اتحسن وما بقاش فيه الاوباسيتي دي ولا الفلويد ليفل ده. لو انت بصيت على الاكس راي دي هتقول ان دي حالة برضو كونسوليديشن في الناحيتين، فدي غالبا حالة نمونيا. فهم فعلا شكوا ان هي حالة نمونيا وبدأوا يدوا مضادات حيوية، لكن عدم استجابته للمضادات الحيوية خلاهم بعد كده يفكروا في حاجة اسمها الكريبتوجينيك نمونيا، اللي هي نمونيا نتيجة انفلاماتوري ديس اوردر مش انفكشن، زي مثلا السيستميك لوبس او اي نوع تاني من انواع الانفلاماتوري ديس اوردرز. ده نوع تاني من انواع النمونيا بيحصل في عيان الاميونو كومبرمايزد، الناس اللي عندهم مثلا ايدز. فتبص تشوف كده الشكل لما نكبر الصورة شوية، نلاقي فيها حاجات زي النوديولز، تحس ان في نقط بيضة كده، فدي شبه النوديولز، يعني هي اوباسيتي انفلتريتس عادية زي الجراوند جراس انفلتريتس، لكن فيها ما يشبه النوديولز، وده بيكون اكتر في حالات نيوموسيستيتس نمونيا اللي بتكون في عيان الايدز مثلا. بالنسبة للاكس راي دي لو بصينا عليها زي ما احنا قلنا في رايت لانج كولابس، وقلنا هو كولابس ولا افيوجن، لا ده هو كولابس، لان التراكية زي ما احنا شايفين ديفييتد ناحيته، جاية ناحيته، فده كولابس. فده كان سببه ان في ميوكاس بلاج محشورة في الحتة دي، فلما شالوها حصل اكسبانشن من جديد. الصورة دي بعد ما شالوا الميوكاس بلاج والعيان رجع لطبيعته بشكل كبير. لو جينا نبص على الاكس راي دي، دي تشوفها كتير في العيانين المدخنين، دي حالة انفيزيما، بنلاقي اوفر اكسبانشن للشيست، نلاقي الشيست زي ما يكون طويل جدا كده والرئه كبيره جدا، وتقريبا بنشوف 8 انتيرور ريبس، مش بتكلم على البوستيرور اللي هم بادئين من فوق كده، لا الانتيرور اللي هم من ورا بقى، دي واحد بيبقوا مايلين كده 2 3 4 5 6، فانت لما تشوف 8 او اكتر انتيرور ريبس ده اوفر اكسبانشن، ودي حاله انفيزيما، وانفيزيما معناها اتساع الالفيولاي، الالفيولاي متسعه ومليانه هواء. طبعا الانفيزيما في حاجه، يا اما جلوبال انفيزيما، انفيزيما واخده الرئه بحالها، يا اما حاجه اسمها سنتري لوبولار انفيزيما، وحاجه اسمها باناساينر انفيزيما. يعني مثلا الصوره دي فيها انفيزيما في الابر لوبس، بس تلاقي الحته السوداء دي اكتر في الابر لوبس، هنا في انفيزيما في اللور لوبس، هنا السواد اكتر من فوق. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنا هنلاقي ان في شادوينج زي ما احنا شايفين، ولو بصينا عليه شويه هنلاقيه كونسوليديشن، بس مش زي الكونسوليديشن العادي، تحس ان في فجوات كده. يعني انا هحاول اكبر الصوره، الشكل بتاع الكونسوليديشن المعروف ده بيبقى سكند برونكاي ودايليتد، تحس ان في حاجات كده او فتحات كبيره شويه، فدي حاله برونكياكتزيز، وطبعا بالسي تي بتبان بشكل احسن زي ما احنا شايفين. هنا برضو في الصورة دي نفس الكلام، في هنا حاجة زي الكونسوليديشن لكنه برضو مش كونسوليديشن، وفي سيكند زي ما احنا شايفين برونكاي، فدي برضو برونكياكتزيز. اما لو جينا نبص على الاكس راي دي هنلاقي الانفلتريتس بالشكل العنيف ده، لان ده فايبروزيز، ده تليف في الرئة اسمه سيستيك فايبروزيز، وتبص ده كاسيتر كده راكب في البتاعة دي بيدخلوا فيها ادوية عن طريق الوريد، فمعنى كده ان دي لونج ستاندنج كونديشن، حاله مزمنه، دي سيستيك فايبروزيس، ده تليف في الرئه. هنا برضو نفس الكلام، ده مش مجرد كونسوليديشن، ده تليف عنيف، ده لونج فايبروزيس زي ما احنا شايفين كده. طبعا انت تفرق بينه وبين الكونسوليديشن ازاي؟ ده طبعا بتمرين العين، وبعد كده انت هتلقط بسرعه لما تشوف افلام كتير، لكن ده مش شكل كونسوليديشن ابدا، ده عنيف ولونه ابيض بشكل جامد وواخد التو لانجز بشكل كبير، فده لانج فايبروزيس. لو جينا نبص هنا على الاكس راي دي هنلاقي ان في بايلاترال هايلر لينفادينوباثي او اللارجد هايلم
احنا قلنا الهايلم المنطقة اللي بيدخل منها البلاد فيسلز للرئتين في الناحيتين، فهم السكند واللارجد، ودي حالة ساركويدوزس. والمفروض نحاول نفرق بينها وبين الليمفوما. طبعا الكلينيكال بقى والحالة العامة، الراجل بتاع الساركويدوزس ده ممكن يكون ما عندوش اي مشاكل خالص. وكمان الساركويدوزس بيجي بكذا صورة في الاكس راي، منهم الهايرال ليمفادينوباسي زي ما احنا شايفين كده، ومنهم اللي هنقوله بعد شوية. هنا برضو دي حالة تانية من حالات الساركويدوزس اللي شايفين فيها مالتيبل نديولز، تحس انها مليانة نديولز، والمفروض نفرق دي بينها وبين التي بي. لكن برضو الحالة العامة اللي بتحكم عيان ده لو تي بي هيبقى حالته سيئة جدا، لكن لو عيان ساركويدوزيز ممكن يكون بالشكل ده ومش حاسس بأي أعراض. ده برضو عيان عنده ساركويدوزيز، عنده برضو بايلاترال هايلر لينفادينوباسي زي ما احنا شايفين، برضو كبار اهو، ومعاها شوية كونسوليديشن كمان، ودي حالة ساركويدوزيز. لو جينا نبص على الاكس راي دي اول ما نشوفها هتتخض طبعا، لكن برضو دي باتشي جراوند جراس اوباسيتي، دي برضو شادوينج واخد اللنج كلها، ودي حالة اكيوت هايبر سنسيتيفيتي نيومونايتس. طبعا الحالات اللي زي دي صعبة ان انت يعني تقول تشخيصها من البداية، لكن عايزك تعرف الشكل الغير طبيعي للاكس راي. انت شايف ان في هنا اوباسيتي واخدة التو لانجز، واحنا قلنا مش مطلوب منك تشخيص بشكل كبير الا في الحالات المهمة، لكن هنا بس مجرد انك تقول اوباسيتي وواخدة التو لانجز وجراوند جراس اوباسيتي، بعد كده التشخيص نفسه مش مهم قوي، المهم توصف اللي انت شايفه. زي مثلا الحالة دي لو ما عرفتهاش دي مشكلة كبيرة، لان دي حالة تنشن نيوموثوركس، في هوا هنا في البلورا ضاغط على الميدياستاينم ومخلي القلب كله رايح ناحية الشمال، الهوا بيبقى جيت بلاك ابيرنس، يعني مفيش حاجات بيضة، مفيش شبكة هنا كده، اسود، كل ده اسود اهو، فده اير، ده تنشن نيوموثوركس وضاغط على القلب وموديه الناحية الشمال. برضو لو جينا نبص على الصورة دي هنلاقي ان ده بلورال افيوجن في الناحية اليمين، زي ما احنا شايفين مفيش هنا الكوستو فرينج انجل مش موجودة لان في بلورال افيوجن، وكمان الافيوجن واخد كمان المنطقة دي، تبص هنا تلاقي المنطقة دي ابيض شوية عند الميجور فيشر اللي بيفصل اللوبز الميدل واللور بتوع الرايت لانج. لو جينا نبص على الشيست اكس راي دي هنلاقي ان المشكلة برضو الاكبر في المنطقة دي، ان في هنا اوباسيتي، بس الاوباسيتي يعني ليها علاقة اكتر بالشيست وول، فهي فعلا بلورال اوباسيتي، وهي فعلا دي حالة امبييما او بلورال انفكشن، عدوى في البلورا، والكافيتيشن اللي احنا شايفينه ده كل دي امبييما، يعني دي ملهاش علاقة بالرئة، دي في البلورا. دي بقى حالة اوكيوبيشنال لانج ديزيز، الناس اللي هي بتتعرض للاسبستوس، دي حاجات كده في الصناعة ممكن يحصل لهم كالسيفيكيشن، زي ما احنا شايفين الابيض زيادة ده كالسيفيكيشن، فده كالسيفيكيشن، وفي هنا برضه كالسيفيكيشن، فدي نتيجة اسبستوس احد الاوكيوبيشنال لانج ديزيز، او التلوث بتاع الرئة من المواد الصناعية تبع وظيفة الشخص يعني. هنا برضو في الصورة دي عيان برضو بيتعرض للأسبستوس كتير، حصل له ميسوثيليوما، ده طبعا الورم بتاع البلورا، في هنا بلورال سيكنينج، لو تحس ان الوول هنا تخين شوية مش زي اللي هنا، فالبلورال سيكنينج ده واللي تحت ده برضو بلورال سيكنينج في المنطقة دي، فمش مخلية اللور بوردر بتاع القلب باين ولا مخلية الديافرام باين، فده كله في البلورا. طبعا السي تي اللي بيوضح لنا الموضوع ده البلورال سيكنينج اهو، والمشكلة كلها في البلورا مش في اللنج، فدي حالة ميسوثيليوما عشان الاوكيوبيشنال لنج ديزيز اللي هو الاسبستوس. لو جينا نبص على الصورة دي برضو دي حاجة من الاوكيوبيشنال لنج ديزيزز، برضو في نوديولز كتير، والاوباسيتي اللي احنا شايفينها بالشكل الغريب ده، لما بنكبر الصورة بنشوف النوديولز دي، النوديولز الكتير دي، فدي حالة سيليكوزز او التعرض للسيليكا، ومعاها ماسيف لانج فايبروزز او تليف في الرئة. لو جينا نشوف الحالة دي هي دي حالة كارديوميجالي، زي ما احنا شايفين القلب بناخد النقطة دي والنقطة دي ونقيس المسافة اللي بينهم قد ايه، ونقيس المسافة بين التو لانجز، ونشوف المسافة طلعت 19 والمسافة دي 26، فهي اكتر من النص، فده حالة كارديوميجالي، وده طبعا بيس ميكر، جهاز اللي بينظم ضربات القلب،
هو الدول تشامبر بيس ميكر، واحد هنا اهو والتاني نازل للفنتريكلز، فده الدول تشامبر بيس ميكر، ودي حالة كارديوميجالي او تضخم في القلب. نفس الكلام في الحالة دي، ده برضو كارديوميجالي زي ما احنا شايفين، وكمان العيان ده مركب بروستاتيك ميترال فالف، ده صمام ميترالي صناعي، وطبعا كارديوميجالي كبير زي ما احنا شايفين. طبعا لو جينا نبص على الصورة دي هنلاقي ان في كونسوليديشن واخد البري هايلر اريا اللي احنا شايفينها يمين وشمال دي، ودي حالة بالمونري اديما، وفي هنا اير برونكوجرام حتة السودة دي، ده بيقول ان دي اديما وارتشاح رئوي، دي حالة بالمونري اديما. لو جينا نبص على الصورة دي ممكن نلاحظ ان في هنا في الناحية الشمال الانجل مقفولة، دي بلورال افيوجن زي ما احنا قلنا، ده رايت بلورال افيوجن، المفروض الاقي الديافرام نازل لحد تحت كده وطالع كده، وفي هنا سود، لكن ده ابيض فده بلورال افيوجن، والسبب بتاعه في الحالة دي هارت فيلير او فشل القلب. الحالة دي لو بصينا عليها نلاقي القلب شكله غريب شبه البوت او الجزمة زي ما احنا شايفين اهو، لكن ده بوت، فده بوت شيبد هارت، وده بيكون موجود اكتر في حالات الفالوتيترولوجي، وده انفانت، ده طفل صغير عنده فالوتيترولوجي ومعاه طبعا كارديوميجالي، القلب كبير جدا زي ما احنا شايفين، واخد طبعا اكتر من نص المسافة اللي هي ما بين النقطتين دول، والميديا ستاينم طبعا واسع عشان الاوفررايدنج اورتا. لما نبص على الاكس راي هنا هنلاقي ان هنا تقريبا القلب الى حد ما طبيعي، بعد كده حصل فيه شوية شادوينج لانه بدأ يحصل بريكارديال افيوجن، في سائل يتجمع حوالين القلب في الغشاء اللي حوالين القلب، هنا بقى شكله اكبر وبقى القلب عامل زي الجلوبلر بشكل كبير، وهنا الموضوع زاد عن حده وبقى كبير جدا، فدي مراحل تكوين البريكارديال افيوجن او تجمع سوائل حوالين القلب. لو جينا نبص هنا في الاكس راي دي هنلاقي ان في زي ماس او شادو او حاجة زادت على القلب في المنطقة دي، والحقيقة ان في هنا حتة كالسيفيكيشن، الحتة دي بيضة شوية زيادة شوية، فده كالسيفيكيشن في الاورطة، وده اورتك انيوريزم في الاسندنج اورطة. نفس الكلام هنا، ده برضو نبص هنا نلاقي ان ده الاورتك ارش، وده البلمونري، ودي الويندو، في هنا شادو برضو نازل اهو زي ما احنا شايفين، القلب نفسه الشادو بتاعه، في هنا شادو تاني نازل اهو، فده برضو اورتك انيوريزم، ديسكتنج اورتك انيوريزم في الديسندنج اورتا. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنا هنلاقي ان في ليفت هايلر ليمفادينوباسي، يعني هنا شوف هنا الليمفنوز دي كبيره بتاع الهايلم هنا كبيره، لكن الناحيه الرايت معقوله ما فيهاش مشكله، لكن الناحيه الشمال فيها ليفت هايلر ليمفادينوباسي، ودي هنا كانت سكندري للرينال سيل كارسينوما، دي برضو حاله بايلاترال هايلر ليمفادينوباسي زي ما احنا شايفين، الهايلم هنا كبير وهنا كبير، ودي حالة ساركويدوزيس طبعا في ميل. لو جينا نبص على الاكس راي اللي هنا دي هنلاقي ان المشكلة هنا في الميديا ستاينم، لو بصينا هنا تقريبا هنلاقي الماس، في هنا ماس، فهي دي ليمفنود كبيرة، ولو دققنا شوية برضه هو هنا مكبرها اهي، هنا دي ليمفنود ودي ليمفنود ليمفنود ودي ليمفنود، هو شايف ان دي كلها ليمفنودز كبيرة، فدي ميديا ستاينال ليمفنودز في حالة ليمفوما. لو جينا نبص على الاكس راي دي هنا هنلاقيها الى حد ما كويسة، لكن ده عيان كان داخل يعمل عملية قلب مفتوح، فلما دخل حصل الاتي، لقينا فيه هنا زي ما احنا شايفين شادو حصل، وفي كمان بريكارديال افيوجن حصل، القلب كبر هنا لانه بدأ يحصل له بريكارديال افيوجن، وفي حصل اللي فوق دي ميديا ستاينال هيماتوما، وطبعا باينين هنا دي الهيماتوما اهي في السي تي، وده البريكارديال افيوجن الفلويد حوالين القلب. هنا دي شيست اكس راي، انت لو شفتها هتقول بس ان في ماسس في الناحيه اليمين من القلب، القلب هنا كده والناحيه اليمين فيها ماسس او شادوينج، والسلويد ساين مختفيه، وفي هنا رايت بلورال افيوجن زي ما احنا شايفين، والسبب ايه؟ السي تي هو اللي قال ان دي ميديا ستاينال ابسيسز، دي مالتيبل ابسس في الميديا ستاينم والبلورال افيوجن طبعا. لو جينا نبص على الاكس راي دي بقى الحاجات اللي احنا بنقول عليها اللي هي المعدن،
ده جان شوت، ده واحد واخد خرطوش في صدره، واحد انضرب بالخرطوش في صدره، فدي كلها الحبيبات البيضة الصغيرة دي الخرطوش. ده مكان الشيست درين مركب أنبوبة صدرية، ده طبعا الكترود بتاع مونيتور او بتاع اي سي جي او حاجة. والشادوينج الزيادة اللي هنا الرئة اللي هي الشمال دي ابيض من الناحية اليمين لان فيها هيموثوركس. لو جينا بقى نبص على الاكس راي اللي هنا دي، هنلاقي بقى ان ده عيان واخد ستاب، واخد سكينة في صدره في الناحية اليمين، فحصل كومبليت هيموثوركس في الناحية اليمين. عشان كده بقى هنا التراكية رايحة فين؟ ناحية الشمال، لان اي حاجة زي افيوجن او هيموثوركس او حاجة بتتجمع داخل الرئة بتزق التراكية الناحية التانية. نفس العيان لما تركب له الشيست درين وبدأ العيان يفك شوية، بدأت اللانج فيلدز تظهر تاني وبدأ العيان يتحسن بشكل جزئي زي ما احنا شايفين في الناحية دي. لكن هنا كانت كومبليت رايت هيموثوركس وعاملة ميديا ستاينال شيفت، عاملة تراكيال ديفيشن للناحية الشمال. هنا في الاكس راي دي ده عيان جاي في حادثة برضو، لقينا ان في اير زي ما انت شايف الاسود ده، اير موجود تحت القلب، هواء تحت القلب، وموجود كمان في اماكن في الميديا ستاينم، فده حالة نيومو ميديا ستاينم وحالة نيومو بريكارديوم. اما لو جينا نبص على الاكس راي دي هنا، هنلاقي الحتة البيضة قوي دي رصاصة بوليت، وهنلاقي ان ده الليفت ديافرام. شوف الليفت ديافرام هنا طالع فين؟ طالع فوق. ليه بقى؟ لان حصل له باراليسيس او شلل، الرصاصة وهي داخلة لطشت الفرينك نيرف فعملت باراليسيس او شلل في الحجاب الحاجز من الناحية الشمال. والرصاصة دي موقعها تخيل بوستيريورلي فين؟ لما جم عملوا بقى اللاترال فيو، زي ما احنا قلنا اللاترال فيو بيساعدنا كتير، هنا ما نقدرش نحدد مكانها بالظبط، لكن اللاترال فيو قال لنا ان هي استقرت في ظهر العيان عند الفرتبري كده. الاكس راي دي برضو لو بصينا هنلاقي فيه جزء ابيض جامد، لان ده معدن، لان دي رصاصة برضو، وهي دي مستقرة الرصاصة دي في الرايت فينتريكل، دي مستقرة في القلب، كانت مسافرة عن طريق السوبيرور فينا كيفا وبعدين وصلت للرايت اتريوم وبعدين منه للرايت فينتريكل ومستقرة فيه، والعيان ده واخد الرصاصة دي من 20 سنة وعايش بيها. لو جينا نبص هنا على الاكس راي دي، هنلاقي ان الشيست تقريبا فيه اير بابلز كتير، وده منظر، ده منظر الامعاء، دي فعلا حالة ديافراماتيك رابشر، الحجاب الحاجز فرقع والامعاء خرجت لفوق او طلعت في الشيست فظهرت في الاكس راي. دي برضو لو بصينا هنا هنلاقي دي حالة نيوموبروتونيوم، ده الحجاب الحاجز في الناحية الشمال وده الحجاب الحاجز في الناحية اليمين، في تحت ده هواء وتحت ده هواء، وده مش طبيعي، المفروض لو في هواء بيبقى جاستريك بابلز هنا زي كده، لكن هنا دي نيوموبروتونيوم، في هواء في البروتونيوم تحت الحجاب الحاجز. أتمنى أكون قدرت أوصل أي معلومة، أنا عارف إن الموضوع صعب شوية لكن بالتمرين. واهم كده المواضيع اللي تعرفها انك تعرف بس هل في ماس ولا لا، هل في افيوجن ولا لا، نيوموثوركس، الحاجات اللي احنا قلنا عليها المهمه اللي انت بتسمع عنها اعرفها وخلاص، والحاجات التانيه مع التمرين ومع انك تشوف اكس راي كتير تقدر تعرفها ان شاء الله. وممكن نعمل حلقه تانيه بعد كده على الاكس راي برضو ونعمل تمارين اكتر وشرح اكتر ان شاء الله. وفي النهايه احب اشكركم، اشتركوا في القناه واعمل لايك وشير، شكرا لحضراتكم.